ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمة. في ناس كتير جدا فاكرة انه الفيتامينز او المكملات الغذائية دي شيء ترفيهي، وبتعتقد انها مش مهمة ولا وجودها ضروري في جسم الانسان، فبيستغنوا عنها وطبعا بيستبدلوها باكل صحي. طيب هل ده صح ولا غلط؟ وهل ينفع اننا نكتفي بالاكل الصحي بس ومسموح للاطفال ولا لا اللي مش بتقدر تاكل اكل صحي؟ كل ده هنعرفه مع دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه باير ناتشرال. منوراني ومشرفاني يا دندون. اهلا يا عظيمه، ازيك؟ موضوعاتك سابقاكي زي ما بيقولوا، صح كده؟ حبيبتي قلبي. حبيبتي مشرفاني منوراني. ربنا يخليكي. وطبعا النهارده برضو موضوع مهم، فكره الاطفال. يعني احنا برضو بنطلع من الموضوع ونبدا نتطرق لنقط مهمه ما تطرقناش ليها قبل كده. فكره ان الاطفال فعلا صح، انا ما اقدرش افرض على ابني دلوقتي اقول له كل ده. دلوقتي الولاد كلهم متعودين على الاكلات السريعه، مرمين في النادي في الصيف في تمارين وما الى ذلك، فهو مش حابب بقى، انت بتأيديه. فاحنا بنحاول يعني طول فتره الشتاء اللي هي المحكومه شويه الى حد كبير بنحاول، لكن في فتره لا باس بيها كذا شهر من السنه، هنقول نص السنه تقريبا، 6 شهور من السنه بياكلوا اللي على كيفهم، مش بقدر احكمه في اكل صحي. في الحاله دي اعمل ايه؟ هل الجأ فعلا الفيتامينز؟ هل هي فعلا لازم الجأ لها حتى في العمر الصغير وفي سن البلوغ بتاع الاطفال ده؟ صعب. يعني انا بقول مهم قوي كل ام يبقى عندها وعي شديد ان ان الحاجه اللي الطفل بتاعها بياكلها ده اللي هيبني بيه جسمه ليتر اون. اوكي. يعني لو طول الوقت بياكل الكانديز والبنت والولد، يعني ده دي حاجه بالنسبه لي انا مستفزه جدا. لما اخش محل الاقي مثلا بنت صغننه بتعيط فمامتها تجيب لها قد كده كانديز عشان تسكت. كيس كبير، صحيح. فكميه سكريات رهيبه مع الاطفال، وده هيؤدي لسمنه وهيؤدي لمشاكل في عمليه التمثيل الغذائي لما يكبروا. يوصل بقى سن البلوغ يحصل له مشاكل بقى وسمنه وحاجات فظيعه. طبعا هيحصل له مشاكل كبيره جدا في عمليه التمثيل الغذائي. لا، اكل فيتامينز واحاول احد القصه دي معاهم شويه، يا ريت. يعني نحد القصه دي، يبقى الموضوع محسوبه، نحسبها شويه. بالظبط. مش الدنيا ما بتبقاش مفتوحه كده عماله على بطال يعني. تمام. من اهم الفيتامينز للشباب وستات ورجاله من جميع الاعمار حتى السن الكبير، كل الاعمار لازم ياخدوا فيتامينز يوميا. بحبذ وبنصح بان احنا ناخد الفيتامينات يوميا مع الاكل الصحي، لان كويس. صعب جدا ان انا محتاجه انتيك من بره يوميا فيتامين سي، محتاجه انتيك من بره يوميا الكالسيوم، محتاجه الزنك، محتاجه الكوبالامين، انا محتاجه الفوليك اسيد، محتاجه الرايبوفلافين، محتاجه البانتوثينيك اسيد، كل دي عائله فيتامين ب. ازاي تقدري واحنا بناكل نعمل التجميعه دي؟ بيبقى صعب. ممكن النهارده بتغدى ومش عارفه ايه، في شويه سلطه، بكره ممكن ما يبقاش فيه سلطه، اكل حاجات فيها خضار، ممكن ما يبقاش فيه خضار. ممكن ناس كتير ما بتحبش تاكل لحوم، بتنقطع عن اللحوم، او في ناس بتبقى نباتيه ما بتاكلش ولا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجه، فازاي دول يعيشوا من غير فيتامينات؟ فانا بقول مهم جدا ادعم جسمي. انا بقول ان الفيتامينات دي بنزين الجسم، دي صيانه للجسم. الفيتامينات عشان ادعم صحتي من حيث المناعه. يمكن بتشوفي دلوقتي، ما بتكلمش على مثلا اصل كان في فيروس او في فيروس كورونا فانا ادعم مناعتي، انت احنا عندنا بلاوي تانية. هو ده كان مؤشر، خلينا نقول ان الفيروس ده كان مؤشر لكتير مننا، من الشعب كله. بالزبط. على مستوى العالم. بالزبط. انه يخلي باله. صح. يعني خد بالك ان انت محتاج ده، فبدانا ندور على الفيتامين سي. ده انا فاكره كانش موجود خالص. صح. وكنا يعني عشان نلاقيه كان حاله وكنا محتاجينه، فاذا عرفنا اهميته. ده لازم ادعم مناعتي للفيرال انفكشن. وعلى فكره في فطريات قاتله. سمعنا عن الفطر الاسود. لو حد مناعته قليله قدر الله. بيتمكن منه. احيانا بيقول لك ان التينيا او الفطريات اللي في الجسم لما بتبان نتيجه نقص المناعه، لان اصلا جسمي بيبقى عليه بكتيريا نافعه عايشه وبيبقى عليه فطريات، لكن لو مناعتي عاليه ما يقدرش يتغلب علينا. عندك سمعنا دلوقتي عن جدري القرود مثلا. يعني كل شويه بنسمع بنكتشف حاجات معينه، وفي حاجات مخفيه كان اعظم. صحيح. طيب طول الوقت انا لازم اعلي مناعتي، مناعتي ده الجيش بتاعي. يعني ايه مناعه؟ مناعه يعني الجهاز ربنا سبحانه وتعالى خلقه من اقوى الاجهزه، انه يبقى جسمي سد لأي جسم غريب يدخل عليه. كويس. يقدر يحلبه. فالفيتامينات أو ألب مالتي فيت بالأخص داعم جدا
جدا للمناعه. فيتامين سي مهم جدا للمناعه. الزنك مهم لتكوين الخلايا المناعيه. الزنك مهم لاي خليه في جسمي بتتجدد. الخلايا المناعيه عندي بتتجدد، الانتي بوديز بتتجدد، كرات الدم الحمراء بتتجدد. كل ده محتاج زنك. الشعر، الشعر المفروض في اليوم 100 شعرايه تقع، وبعد كده بصيله الشعر، يعني مراحل نمو الشعر 3 مراحل، اخر مرحله بنشوفها خالص الشعر اللي انا شايفاه بره. ده بيقعد 3 شهور وبينزل بيموت ويرجع تاني بصيله الشعر. يبقى انا لازم اعزز بصيله الشعر بالزنك. لازم اعزز بصيله الشعر بالبيوتين، فيتامين بي 7. زي ما انا شفت ألبا مالتي فيت مهم جدا للمناعه، مهم الزنك، مهم جدا لصحه الشعر والضوافر. واقدر اقول ألبا مالتي فيت كمان مهم جدا لتعزيز الطاقه وتعزيز النشاط. طب ما هيقول لك في مكملات غذائيه اخرى فيها برضو حاجات فيتامينز، ايه بقى اللي بيخصص ألبا مالتي فيت تحديدا؟ اللي بيخصص لي ايه الفرق بينه وبين غيره يعني؟ اللي بيخصص لي ألبا مالتي فيت انه اولا ملم بعائله فيتامين ب الكامله كلها. صعب جدا يعني اتحدى كمان يعني اي حد مثلا يخش صيدليه يبص على المالتي فيتامينز لو لقى ان في مكمل غذائي دخله كل مجموعه فيتامين ب ما اعتقدش. لان انا يوميا الكوبالامين، الفوليك اسيد، البانتوثينيك اسيد، الرايبوفلافين، كل الحاجات دي موجوده في قرص واحد من ألبا مالتي فيت. فيبقى صعب قوي ان انا الاقيه في اي مالتي فيتامين تاني. ده اللي بيميز ألبا مالتي فيت واللي بيميزه الاعلى تركيز في الزنك. طب ما كلمينا بقى عن الخواص بتاعته، يعني هو ايه الفيتامينز اللي موجوده فيه ايه؟ اول حاجه الزنك، هو اعلى تركيز في الزنك 23.9 يعني اولموست 24 ملي جرام. قصاده الكوبر، النحاس، موجود داخل ألبا مالتي فيت. داخل ألبا مالتي فيت فيتامين سي، فيتامين سي داعم للمناعه طبعا. انا عندي قدامي 13 عنصر فيتامين ومعدن. فيتامين سي مهم للمناعه ومهم للدم لانه بيزود لي امتصاص الحديد، ومهم للعظم لانه بينتج لي الكولاجين اللي بينقص تدريجيا من بعد سن 25. فده مهم جدا. عندي الكالسيوم، الكالسيوم مهم جدا جدا، ستات رجاله، الكالسيوم داعم لتكوين خلايا العظام. عندي فيتامين اي، فيتامين اي الاقوى كمضاد اكسده. لو هتكلم معاكي يا عظيمه على الانتي اوكسيدنتس، جسمي بيتعرض للاكسده نتيجه حاجات كتيره جدا. التدخين بيأكسد، السكريات، كميه السكريات بتأكسد. الزيوت المكرره اللي بنحمر بيها مره واثنين وثلاثه وعشره، ده خطر رهيب، بيطلع حاجه اسمها خلايا، الخلايا الحره. يمكن كمان دراسات اثبتت العلاقه الوطيده بين انتشار الخلايا الحره وانتشار السرطان. فلازم طول الوقت اخد حاجه اسمها انتي اوكسيدنت. مش معنى كده الدكتوره دينا بتقول مثلا السجاير بتاكسد او التدخين بيأكسد خلاص اشرب سجاير واخد ألبا مالتي فيت، لا، هو احنا عارفين ان السجاير مدمره، احنا بنحاول ان احنا ننقذ ما يمكن انقاذه. طبعا يا ريت الساده المشاهدين يصوروا لي ألبا مالتي فيت، عشان اولا احنا ما لناش بديل في الصيدليات، وألبا مالتي فيت ملوش بديل اطلاقا. ما ينفعش ان انا اخش صيدليه مثلا لو الدكتور الصيدلي مش متوفر عنده يطلع له بديل تاني من فيتامين تاني بعروض. ده ما ينفعش خالص. احنا ألبا مالتي فيت ملناش بديل، وصعب اي مكمل غذائي اخر هيتلاقي فيه ملم بكل الفيتامينات دي. الساده الصيادله، الدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا ألبا مالتي فيت عندهم في الصيدليه، احنا متواجدين في الشركه المتحده للصيادله. فيقدر يوفر عنده، لكن الصيدلي ما ينفعش يطلع بديل لألبا مالتي فيت. ما عندناش بديل. تمام. طيب هسألك بقى دلوقتي، الناس اللي بتسأل على نقص الفيتامينز، ممكن في ناس بعضهم يبقى عنده أعراض فبيبدأ يسأل، طب في بعضهم لسه ما ظهرش عليه أعراض، هل في تحاليل أو حاجة نقول له خد بالك إذا في حاجات معينة بسيطة بدأ يعني يحس بيها؟ هل في حاجات بسيطة في الأول بتبدأ وبعدين تبدأ الحالة تزيد فيوصل لمرحلة بقى أنه هو خلاص حالة الخمول والتعب البينة جدا الواضحة دي نوصل لها؟ في تحليل فيتامينز طبعا، وفي تحليل حديد، وفي تحليل فيتامين ده لازم نركز فيه جدا، لأن 90% مننا ستات في مصر عندها نقص فيتامين ده ومش حاسة. فلازم احلل فيتامين ده، لأن أنا بقول ألبا مالتي فيت فيه كالسيوم، لكن الكالسيوم لو أخدته
وفيتامين د الواقع العظم مش هيمتص الكالسيوم اصلا. يا لازم وجود فيتامين لازم دي. فيتامين د. عندك تحليل الكالسيوم برضو موجود وفيتامين بي موجود التحاليلات. كويس. واحيانا لما طبعا لما بيبقى في نقص في الفيتامينات الجسم ما بيحس اذا كان في بعض الامراض بتحصل من غير اعراض. اوكي. فلازم ان انا اخد الب مالتي فيت. مهم جدا ان انا ادعم صحتي مناعتي طاقه تمثيل ندعم دون نوصل للمرحله الوحشه. انا مش محتاجه حتى اعمل تحليل فيتامينات لان الفيتامينات بتاعت الب مالتي فيت قابله للذوبان في الماء. فالاكسيد او الزياده بينزل عن طريق البول فانا مش محتاجه ما اخافش من الب مالتي فيت انه ممكن يتخزن في الخلايا. لا مش زي الفيتامينات التانية القابله للذوبان في الدهون. القابله للذوبان في الدهون بتتاخد مع الاكل. انا بقول الب مالتي فيت لازم يبقى وجبه دسمه لو انا باخد الفيتامينات الاخرى القابله للذوبان لازم اثناء ما انا باكل واثناء ما انا باكل مظبوط. ولازم يبقى في بروتين وحاجات كده ليها قصه ودهون. يعني يبقى في شويه دهون. الدهون الصحيه كمان يا جماعه زيت زيتون مثلا المكسرات او السمك الاسماك الافوكادو رهيب. الب مالتي فيت ما بيتاخدش مع الاكل بيتاخد بعد الاكل بساعه بعد الأكل. أوكي. على كوبايه ميه كبيره هي. فانا مش محتاجه ان انا اعمل تحليل لنسبه الفيتامينات عشان ابتدي اخد الب مالتي فيت اطلاقا. حلو. طب لو استمرينا بقى احنا دلوقتي هنتكلم احنا لو هنستمر عليه فتره قداشه. في ناس بتاخد بعض انواع المكملات الغذائيه وبتضطر توقف وبعدين ترجع توقف شهر وبعدين ترجع تستكمل تاني مده 3 شهور. هل محتاجين نعمل كده في الب مالتي فيت؟ المكملات الغذائيه الاخرى اللي بتتوقف دي بتبقى فيها فيتامينات قابله للذوبان في الدهون. أوكي. فممكن يوقف شهر عشان ما يعلاش أيوة. نسبه الفيتامين وتخزن عندي في الخلايا. كويس. الب مالتي فيت مش محتاجه ان انا اوقف لانه قابل للذوبان في الماء فمالوش تخزين في الخلايا بلس ان الكالسيوم. يقول لك طب ماشي طب ما هو ده فيه كالسيوم والكالسيوم ما ينفعش اخده مدى الحياه فتره طويله. الكالسيوم عندي نسبته ضعيفه نسبته 70 بس انا محتاجه من الكالسيوم 1000 فده حاجه تطمني ان انا اخد الب مالتي فيت. هاخد الكالسيوم كل يوم بتاع الب مالتي فيت لانه مش هيحصل ترسيب اصلا. اوكي. لان انا عندي 70 نسبته قليله امنه يعني هتطلع دلوقتي الكالسيوم تحت النحاس. كالسيوم 70 70 ملي جرام انا محتاجه 1000 ده انا بالعكس ان اخد الب مالتي فيت اللي فيه كالسيوم واكل زبادي وجبن ومكسرات وحاجات فيها ادعم بحاجات في اكلي بقى. كويس. ما عنديش مشكله خالص. طب نتكلم بقى بالنسبه للجرعات. احنا قلنا قرص واحد دي وبس. قرص واحد في اليوم وبس. كفايه جدا. طبعا احنا شايفين على الشاشه كميه الفيتامينز والمينرالز. الب مالتي فيت ملوش بديل اطلاقا لانه فيه 13 عنصر ومعدن يعني 13 معدن وفيتامين. لا هو خلاص بان الفرق دلوقتي بس انا لازم اسالك لانه في ناس كتير ممكن تسال نفسها السؤال ده وتكون لسه اول مره تشوف الفقره بتاعتنا. هي قرص واحد بس في اليوم كيف؟ البالغين والكبار السن يقولي لا احنا عملنا تحاليل احنا عندنا نقص شديد اكتر من قرص بترجعوا للدكتور المعالج بتاعكم. كويس جدا. ده مهم جدا. تمام. على الشاشه الاعلى في تركيز الزنك قوي المناعه غني بمجموعه فيتامين ب الكامله. يعمل كضاد اكسده يحتوي على مزيج الزنك والنحاس يجمع بين الزنك والبيوتين والنياسين والنحاس لدعم صحه الجلد والشعر والضوافر. ما اعتقدش ان ان ان, إن في مكملات غذائيه موجوده فيها كل المميزات بتاعت الب مالتي فيت. وطبعا بطمن الناس ان السعر رائع. سعره حلو جدا. العلبه بتكفي شهر. ده هايل برضه. انها فيها 3 شرايط شريط 10 اقراص بالظبط. العلبه بتكفي شهر. هتسالوني النتيجه امتى. بالنسبه للتركيز والطاقه بشوفها من ثاني يوم. بقول انه بيحسن الشعر بس اكيد الشعر بيحتاج فتره. يعني مش النهارده هاخد الب مالتي فيت بكره هاخد الب مالتي فيت الاقي شعري بطل يقع. بيحتاج فتره. يعني بتشوفي تحسن في الشعر في خلال شهر. كويس. لكن تركيز ونشاط ومود احسن. الب مالتي فيت بيقدر بشكل ما يدعم الصحه النفسيه. ليه بيقدر بشكل ما يدعم الصحه النفسيه؟ لانه بيحتوي على مجموعه فيتامين ب الكامله. الفيتامين ب اللي بيحول لي الاكل لطاقه وبيحسنني الاعصاب. فالب مالتي فيت ما نكترش عن قرص واحد فقط في اليوم بعد الوجبه الرئيسيه على كوبايه ميه كبيره. وبرجع اطمن الناس اللي بتتفرج علينا انه مصرح من هيئه سلامه الغذاء. هايل. طيب مسموح من سن كام سنه للاطفال؟
لا الاطفال من سن 13 سنه، من سن الشباب، سن البلوغ. الاطفال بيبقوا ماشيين مع الدكتور بتاع الاطفال، بيديهم فيتامينات سيرب، شراب، حاجات خفيفه كده. طيب اصحاب الامراض المزمنه عشان نبقى برضو ذكرناهم في فقرتنا، يقدروا ياخدوا الفا مالتي فيت بامان بدون اي خوف منه؟ اصحاب الامراض المزمنه طبعا امن جدا ليهم الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت، ده الاسم العلمي يعني، انا بختصر بقول الب. ما عنديش اي مشكله مريض الكوليسترول يستخدم او ياخد الب مالتي فيت مع ادويه خفض الكوليسترول، مريض السكر بياخده مع ادويه السكر، ومريض القلب بياخده مع القلب، ادويه القلب. أوكي. يمكن الكونسيرن بتاع البسيط، لو لا قدر الله لو في فشل كلوي، لو في مشكله كبيره في الكلى، يعني المريض ده اي حاجه بياخدها حتى الاكل بيبقى تحت استشاره طبيب اكيد. لكن أكيد. كل الناس بلا استثناء حتى الحامل. كنت لسه هسالك، الحوامل تاخده بشكل امن برضو؟ الحوامل امن جدا، وفي الفوليك اسيد، لان الدكتور من قبل ما بتحمل بيكتب لها على فوليك اسيد. نمشي في 3 شهور او 3 شهور لازم. لازم الفوليك اسيد. مهم ليها فيتامين سي جدا، مهم ليها فيتامين اي جدا، ومهم ليها الكالسيوم جدا. ممكن السيده الحامل بعد الشهر الرابع لما الكنين بيبتدي يتكون او الخامس يقول لها لا ادعمي لي بقى بكالسيوم زياده، ازيد شويه نسبته. لازم بس دي الحامل بس، محدش ياخد كالسيوم زياده عن الب مالتي فيت بعد اذنكم. هايل. طيب نسال بقى اسئله المشاهدين. معايا سندس صلاح بتقول ضوافري بتتكسر بسرعه مش بتطول خالص، فهل ده ممكن يكون ليه علاقه بنقص الفيتامينز؟ الضوافر طبعا بيبقى نقص فيتامينز، اكيد نقص الفيتامينز ومعدن الكالسيوم. مهم جدا للضوافر الزنك، مهم جدا زي ما انا قلت في اول الحلقه، الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم. كويس. ومهم لاي خليه بتتجدد، زي ما انا قلت الشعر بيتجدد، بيقع وبيرجع يتجدد، فالزنك مهم. الدم، خلايا الدم بتتجدد كل 3 شهور، خلايا الدم البيضاء والوايت بلاد سيلز، خلايا الدم، لا خلايا الدم الحمراء بتتجدد كل 3 شهور، البيضاء ايام، فبرضه محتاجين زنك. الضوافر برضه بتطول وبتقع وبيرجع بيتجدد، اي حاجه محتاجه زنك، فلازم تستخدم الب مالتي فيت لان عندي اعلى تركيز في الزنك. مع الاستخدام بالنسبه للضوافر في خلال اسبوعين 3 هتلاقي نتيجه ان ضوافرها بطلت تتكسر، بلس ان طبعا محتاجين كالسيوم في الضوافر يعني، والب مالتي فيت موجود فيه الكالسيوم بنسبه 70 ملي جرام. هايل. طيب معانا مارينا عادل، اسم الجميل يا مارينا بصراحه. هل تشابك الشعر وتساقطه ليه علاقه بنقص الفيتامينز؟ تشابك دي حاجه جديده برضه، غير السقوط. غير السقوط طبعا التشابك، نقص فيتامينز وترطيب الاثنين مع بعض، يعني يبقى لازم تشرب ميه كويس قوي. كويس. اكيد ماريان اللي اسمها مارينا اسمها مارينا خدينا معاكي يا مارينا. ما بتشربش ميه فالشعر محتاج طول الوقت ميه عشان الالاستيستي، المرونه بتاعته. المرونه. فلازم تشربي ميه كويس يا مارينا، وجربي معايا الب مالتي فيت. كلمي عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه، بيوصل لحد باب البيت، او لو حابه تشتريه من الصيدليه احنا موجودين في سلسله الصيدليات الكبيره. اهم حاجه وانت بتشتريه من الصيدليه ملناش بديل، يجي الدكتور الصيدلي يقول لك انا ما عنديش الب مالتي فيت، قولي له احنا موجودين في شركه التوزيع المتحدة. طبعا والمعانا اهو بالظبط، وبالكود كمان تقدري تسيفي الكود بتاع الصيدله ده، مش بس مريان، لو اي حد عايز يشتري من الصيدليه يبقى سهل للجمهور ان الكود بتاع الصيدله موجود. لا وفره لي عندي الصيدليه اللي تحت بيدي، الصيدلي الدكتور الصيدلي يقدر يوفره وقتها. هايل. يعني هي كمان تقدر تقول له لو هو ما تواصلش، تقول له ده الكود اهو الخاص بيكوا كصيدليه، بنسهل على كل الناس، اتصل بقى واطلبه. صح كده بالظبط. انا الحقيقه عملت ده بس يعني من اسبوع كده مع حد، واديتهم الكود. لان هم كانوا يعني مش موجود خالص، واحنا عاوزين نوفر. احنا موجودين في سلسله صيدليات كبيره، مش هينفع وفي كل المحافظات، والسلسله الصيدليات دي معروفه جدا يعني، من وانا يمكن من زمان قوي. تمام. فالصيدليات موجوده، السلسله دي بالذات موجوده في كل محافظات مصر. طيب يعني احنا كده وفرنا يعني ان هم يبقوا تمام. طيب الرياضيين والرجال استخدامهم ليه زينا كده، زي ما احنا بنتكلم عن السيدات وعن الاطفال، هيبقى بالنسبه له برضه هيلاقي كده يعني هيبقى افكتيف معاه وفعال، هيحس ده كويس، هيبقى فيري افكتيف. بما ان في ناس تقول لك اجسامهم مختلفه عننا، لا لا لا، هيحس انه فيري افكتيف، هيحس بنشاط احسن وطاقه ايجابيه. انا اللي بيعجبني في الب مالتي فيت بيديني طاقه ايجابيه.
طول الوقت لانه بيحسن المود وغني بكل مجموعه فيتامين ب الكامله اللي بتدي طاقه ايجابيه. فاي راجل هيستخدم الب مالتي فيت طاقته هتبقى ايجابيه جدا، نشاطه احسن، تركيزه احسن، مناعته اقوى بكتير. وزي ما انا قلت مهم قوي ان انا ادعم مناعتي، مش بس وقت يمكن فيروس الكورونا خلى ادى مؤشر زي ما انا قلت ان احنا لازم نقوي مناعتنا، بس انا برجع اقول في حاجات تانية كتير. صح. فطريات قاتله طبعا، بكتيريال انفكشنز، حتى لو يمكن حتى الرياضيين لما بيجوا لو في الجيم بيمسكوا الانسترومنتس او الاجهزه ما فيهاش تعقيم، لو انا مناعتي قليله على طول قدر على طول هتعيدي. انا بشكرك يا دندون بجد والله، وبشكر اصدقائنا، واتمنى يا رب نكون قدرنا نجاوب على اسئله حضراتكم، ودكتور دينا تكون وضحت لنا بعض الملحوظات الصغيره. طبعا بشكرك يا دندون، اسمحوا لي اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، نورتيني وشرفتيني. ميرسي يا عظيم. والى لقاءات ثانيه، فقرات اخرى، واسئله واجابات، اسئله خاصه بمشاهدينا الكرام، سواء من خلال صفحتي عشان انا يعني بحبهم قوي، وسواء من خلال صفحه او صفحه الشركه زي ما بيقول. حبيبتي شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لكل اصدقائنا اللي بيتابعونا من خلال شاشه قناه الاهلي لمتابعه حضراتكم. اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.